8000 طالب وطالبة في مختلف مدارس الكويت خاضوا اختبارات تيمز الدولية لمادتي العلوم والرياضيات لتشخيص الواقع التعليمي ومستوى الأداء في هذه المواد العلمية. هي دراسة يقوم فيها المركز الوطني لتطوير التعليم تحت إشراف المنظمة الدولية IEA. يقوم فيها المركز كل 4 سنوات. دراسة تيمز تساعدنا في إعداد قاعدة بيانات لرفع مستوى التعليم، بالإضافة إلى أهميتها كمؤشر لبيان النظام التعليمي في دولة الكويت ومواطن الضعف والقوة والتركيز على هذه المواطن والعمل على إصلاحها. هذه الاختبارات التي تتم كل 4 سنوات تسهم في تسليط الضوء على جوانب القوة ونقاط الضعف لاتخاذ القرارات الصحيحة لتحسين جودة التعليم. فخر لنا أن احنا تم اختيارنا من قبل وزارة التربية. تم الاستعداد معنويا للطلبة ولأولياء الأمور، تم إعلام وعمل حملة إعلامية كبيرة بالمدرسة، وطبعا للأمانة تم تجهيز جميع المدرسة لهذا اليوم. راح نرفع اسم الكويت وإن شاء الله أن احنا قدها، وراح إن شاء الله نحصل النتيجة اللي راح تشرف بلدنا الكويت. جميع الأسئلة التي تحاكي جميع مستويات الذكاء اللي عندنا المختلفة، تشوف مستويات الذكاء المتوسطة إلى العالية، وأيضا فيها حبكة، فيها يعني ما تكون دائما أسئلة مباشرة، تكون أسئلة فيها مثل قصة مثل حكاية، وأنت يا متعلم عطنا رايك، عطنا شنو ممكن أن يصير في هذا الموقف أو شنو ممكن أن يصير في هذا الشيء. فدائما تحاكي هي جميع مستويات المعرفة. إذن اختبارات تيمز الدولية هي أحد أوجه اهتمام دولة الكويت بتبني مشروعات تطوير التعليم ومحاكاة المقاييس الدولية وتطبيقها بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية لوزارة التربية. إذن تطبيق اختبارات تيمز في مدارس دولة الكويت لمادتي العلوم والرياضيات سيكون خطوة هامة لمساعدة متخذي القرار في الميدان التربوي على تطوير التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية ككل. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.